ليلى، وفي طبعا الحديث عن مشاغل الشباب واهتمامات الشباب. من بين الشباب اللي نجموا نحكوا معاهم ونجموا نتواصلوا معاهم، شاب كان معنا الجمعه اللي فاتت، ما خداش برشا وقت في الحلقه، وعدناه انه باش يكون معنا الجمعه هذه. معنا مباشره فوزي لعوج. الو، عسلامه. الو، عسلامه فارس. يعيشك يا فوزي. مرحبا بك يا فوزي. مرحبا اخويا وليد، لاباس عليك؟ عايشك الحمد لله. فوزي كان تعود تذكر الناس اللي تسمع فينا والناس اللي متابعتنا عن فوزي لعوش، شكون هو وشنو يعمل؟ مرحبا اخت فيروز، مرحبا بكاس المستمعين. فوزي لعوش، اصيل مدينه غمرس من ولايه تطاويل، مهندس كهرباء خريج مدرسه الوطنيه المهندسين بقابس، العمر 25 عام. ناس في العمل الجمعياتي منذ سنة 2013، عنا مشاركات إقليمية وطنية ودولية، نشتين في مختلف الجمعيات، وعنا معناها مساهمات باش نحاولوا ننقلوا بالقطاع التكنولوجي والاجتماعي مستوى الشباب، ونحاولوا ننقلوا بتونس كاملة معنا. أكيد هذا هو مطمحنا الناس الكل. كان تحكي لي على أنت كنت في الفترة الأخيرة في ماليزيا، شنو عملت وفي إطار شنو بالضبط؟ في إطار شنو؟ مشاركتنا في ماليزيا يعني الجمعة اللي فاتت هي كانت مثل في حضور المؤتمر العالمي للطاقة اللي تنظمه الجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيك. هو مؤتمر يضم أكثر من 30 دولة حضروه، مخصص للطلبة. حكينا فيها المستقبل متاع الطاقة، معناها ما يعرف بالطاقة الخضراء، شنو نجمو نستحوذوا على الطاقة متاعنا. صارت فيه محاضرات، صارت فيه نقاش، وكان فرصة زادة باش معناها نعرضوا نشاطاتنا، معناها احنا نعود نفكر احنا شكون، معناها في احنا كنا من الأول نادي بتاع في المدرسة الوطنية المهندسين بقابس، تحل النادي هذا عام 2013، خلينا فرع، معناها يسمى فرع طلابي للجمعية العالمية هذي اي تربلي. كانت معناها عندنا جمعية من النشاطات من عام 2013 واحنا نشطوا، قدمنا جملة من المحاضرات في المدرسة الوطنية المهندسين، نظمنا مسابقات وطنية مثلا في الروبوتيك، قدمنا محاضرات علمية، كما قدمنا على سوشيال ايفنت، تظاهرات اجتماعيه. زاد كان في عنا مشاركه في مشاركات اخرى دوليه طبعا نحكي عليها من بعد ان شاء الله. الحاصل المشاركه بتاعنا هذه كانت مشينا قدمنا في الانشطه بتاعنا اللي هو كان صار سيليكسيون على مستوى عالمي، قدم فيها اكثر من 1000 واحد. احنا في تونس قبلوا منا 9 من الناس، هذا دليل على الشيء اللي الشباب بتاعنا في تونس معنا ناشط، وصول فرض روحه من 71 اختاروهم على مستوى عالمي الكل، اختاروا 9 من تونس باش يقدموا الانشطه بتاعهم. انت كنت واحد منهم؟ انا كنت واحد منهم، وجهه منظمه معناها بتفرد التذاكر بتاع السفر والإقامة غادي والبارتيسيباسيون كلهم، معناها المشاركة الكل كانت على حسابهم هما. ومشينا قدمنا الأنشطة، معناها شنو قدمنا لهنا، شنو تصوراتنا احنا كشباب تونس وك معناها متخرجين جدد، معناها المهندسين شباب، شنو تصورنا كيفاش نجم تكون طاقة في المستقبل، كيفاش نجم نحافظوا على البيئة نتاعنا، وكيفاش نجم نساهموا معناها باش تكون العالم هذا يواصل في التطور نتاعه ونحافظوا على الانسانيه. معناها احنا في جمعيه عالميه متاسست عام 1884، الهدف نتاعها اللي هي معناها تكون تطور تكنولوجي في صالح الانسانيه. أكيد هذا هو في صالح الإنسانية يا فوزي، إن شاء الله ديما موفق، وإن شاء الله يا ربي ديما بالنجاح وبالتوفيق، وأكيد تكون معنا وإن والناس لكل. أكيد أي شاب نشط في الجمهورية التونسية عنده الحق يتعدى في البرنامج ويعرف بنشاطاته. الآن أكيد شكرا لك فوزي، وتكون معنا في فرص قادمة إن شاء الله.